يقول حفظكم الله: مريض يوجد به كيس للبراز وكيس للبول. يقول مريض يوجد به كيس للبراز وكيس للبول، فماذا يفعل حتى يتوضأ؟ يوخر عنه الكيس والبراز والبول لأجل أن تبعد عنه النجاسة، ثم يتوضأ ويصلي. نعم. إلا إن كان إنه محتاج لبقاء الكيس، محتاج يتضرر إذا أزيل عنه، يتوضأ على حسب حاله. الشكوى إلى الله. نعم.